جيد. هل قسمنا الموضوعات لطالبة معينة أو عيننا الموضوع لطالبة معينة أم ستقرأنا جميعا؟ ماذا نفعل؟ لا عينا، لم نعين. لم نعين. إذا نقسم الموضوع، وكم أنتن؟ ثلاثة. نعم، ثلاثة. ثلاث طالبات. جيد. هذا ابدأي أستاذة مقدسة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استاذ خطدا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، من إذا البحث، من البحث. نعم. بول ها إذا تعملت الكلمات ترم الكلمات جمع مؤنث لا يكون بالفتحة أبدا، إما ضمة إما الكسرة، إما ضمة إما الكسرة، الفتحة لا يكون في الجمع مؤنث سالم، لا يكون الفتحة أبدا. فهمت؟ أين وسبح ومن في أمثلة أمثلة القسم أولي. أين والذبح هنا؟ هذه أين؟ أولا نصور هذا، بعد ذلك هذه كلمات أين و وزغرمي ديوسوز لي كان بلا استاذ ذبح. ذبح وش أنا مصدر دي أنا قلاش سويش. ومن في أمثلة قسمي أولي وجدت أخر كل كلمات منها ثابتا. ثابتا على حال واحدة لا يتغير مهما لماذا أستاذ؟ تغير تغير مكان الكلمات كلمات أستاذ عاصم أنا كنت أرى رسمه أستاذ دروز أشكان كتلة بولد نعم. تغير مكان الكلمة من الجملة جملتي فخر آخر كل فآخر كل من الكلمتين أين وذبح وذبح. نعم، وذبح حتى هنا بعد ذلك بولد تقرأ سعيدة. أها نترجم. إذا تأملت الكلمات، أجر سوزلارنا تعمل قلسان تعمل نميدة ولس دقات بلا إتبار بلان ولسين. أين وذبح ومين في الأمثلة القسم الأول؟ برنش قسم نين مثالاردن أين ذبح مين؟ برنش قسم يعني هذا القسم الأول، من قسم الأول أين وذبح ومين. وجدت آخر. وجدت ما معنى وجدت؟ كرد كرد
طبعا توبلسان توبتين خلصنا. آخر آخرنا كلي اخرنا كلمتين هاربر سوزنين آخرنا اخرنا توبتين منها أولاردان ثابتا على حال واحدة بالتحول التصابت لا يتغير مهما تغير مكان الكلمة في الجملة. أنا أشياء ماشي اشتسوزنا جملة داجي مكان الكلمة من الجملة جابتاجي جوية مهما قن قنشلر أوزجرمسن مهما ديجانا قنشلر كاغب ديجانا دي قنشلك أوزجرمسن مهما تغير مكان الكلمة من الجملة سوزنين جابتاجي أورنا قنشلك أوزجرمسن باربر وجدت آخر كل كلمة منها ثابتا على حال واحدة حالة واحدة بوسه طور الرب والأدب چونك حال بوت مذكر وقبت مازم ده قلب اسم جوالي چون دي لما انا خاص قريمز قريمز ده يعني يام چون ملامز خاص مام مهمان ده قوالي انا اندر حالتي بولد مستس حالة واحدة بس طور بلد هنا في القسم الأول أين منزلك أين تذهب إلى أين تسير هنا في محل نصب هنا في محل جر وهنا أيضا ذبح الجزار شاة الجزار ذبح هنا في جملة فعلية في محل رفع لكن بارب الرفع والندبوسيم ذبح هل ذبح الجزار شاة؟ هنا أيضا ذبح يعني لا تتغير حركة الأخيرة في الكلمة مهما تتغير مكان الكلمة في الجملة سوزنا جابتك جاي مانا برؤوت بربوت هارخل أورن دبوسيم سوزنا مقوت أصغر ما سوز آخر أزجر ما يبت برخل خالد تترد مين ذبح 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 استاذ ماشي الذبح الفيل كنت ورمز سويدا ها ها ما اجل الجزار وكوبلي ده بس كوب انا اخ كده لكن خطر ده بيش انسى كوبلي باب كده ده تبع جزار خلال كو بولا جزار كوبليك ماس أجر ما بده كوبليك يسه ها أصغر ده شن ده ها بتجزر مفرد لكن ها مفرد بقى نشوف هذا واضح نعم عم ذبح أين من سوز ده ما شو سوز لنا جابت جاي أوزجر سام سوز نوز أوزجر ما بكنا شن دي لامه ها شو سعيدة فهمنا هل فهمتي فهمت أستاذ وأنت أستاذ مقدس نعم فهمت جيد استاذ بنا قصوز لو بنا تشخر كوبا مبني سوز له نعم الآن أظن يأتي عندنا أية الكلمات المبنية الحروف كلها مبنية وفعل الأفعال الماضية وأفعال الأمر مبنية ومن الأسماء ومن المضارع أيضا فعل مضارع متصل بنون التوكيد ونون الإناث أيضا مبني و من ال... هذا واضح الحروف كلها مبنية ومن الأفعال فهمنا أية الأفعال مبنية ومن الأسماء عند اسم لدان أسماء الإشارة الضمائر المنفصلة متصلة كل الضمائر مبنية أسماء الإشارة أسماء الموصولة الذي اللذان اللتان وغير ذلك اسم إشارة لا اسم أسماء الموصولة أسماء الإشارة الضمائر يعني أنا ما باردة أسماء الاستفهام أسماء الشرط صورة اسم لارا شرط قويش اسم لارا هذه الأسماء كلها مبنية تمام أنا قزامر لا اقرأي أستاذة سعيدة فآخر فآخر كل من الكلمتين أين و وذا
ذبح وذبح ولا ملازم ملازم للفتح في للفتح للفتح لي هيش قطعة فيل دالدن أنا كيلاديو فقط ممنقة لام ألف بلان كيلدم ديمي بو اسمك للفتح في الأمثلة السابقة وفي غيرها في باركو برنا طرق وفي غيرها وآخر من ما ملازم للسكون في الأمثلة للسكوني للسكون في الأمثلة سابقة وفي غيرها وفي غيرها كذلك ومن كلمات أتي ومن الكلمات التي ومن الكلمات التي تثبت التي تثبت أواخرها تثبت تثبت أواخر ثبت يثبت تثبت بلد تثبت أواخرها على حال وحدة على حال واحدة حال واحدة جميعا الحروف وكذلك أفعال كذلك المضارع الأفعال الماضية ماضية وأفعال الأمر غير استثناء من غير استثناء نعم جيد الآن نترجم فآخر كل من الكلمتين أين وذبح ملازم للفتح ملازم دجانا لازم تتكان فتحانة لازم تتكان يعني لازم تتكان دجانا فتحة لي بولاد خار دايم دجانا خار دايم فتحة لي دجانا خار دايم فتحة لي بولاد شون ديلام ذبح بلان أين خار دايم دجانا لازم تتكان دجانا خار دايم شون داي دجانا فتحة مبني ده أصلا شو وش ما بنين تشون ترمخش ده خار دايم ملازم للفتح يعني فتحة أنا خار دايم لازم تتكي خار دايم فتحة اللي ببتر بتدوات في الأمثلة السابقة وفي غيرها وتكي مثال لده بقولنا باش قصد يا آخر سخار دايم فتحة اللي بولاده فتحة دايم باش حركات اللي بوغيانا هيچ قچان بو سوزلانه كور ميمز وشانچو وفي غيرها ديگه وباش قجابلارده خامدوات ده وآخر من ملازم للسكون في الأمثلة السابقة وفي غيرها كذلك خد شنقة منها آخر سنما أنا لازم تتكنك سكون فتح للسكون من آخر مالي سكون لي سكون لازم تتكن وتكن مثالر ده وولار ده باشقالر ده ومن الكلمات التي تثبت أواخرها على حال واحدة مبت أنا ما بقول ده وتقولين يا غنيو أنا ق لما يجي بت واحدة ديجام بالإسلام مذكر ديام مؤنث صفات بير ممكن ديجام سؤال بولش ممكن دي سلادة تورما ما واحدة نوتيو ويت كتيب هنا ما بني مربك علاقة سيو ويت كتيب مرشمة يتيمة يو كريم اسمه خلاص تو اصبر ماما حال واحدة بواتيو وجي كينش مرتة منا
تبدا يم شنو قبول حال بول واحدة بول تو ها 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 انا ما جيش نقال لك انا ما صفات موصلش كيري مذكر مؤنث كي دياني دب اوتو ديك نيجي بوت من قبوات ديان حيران بو ما بسلامة دوما شنو قد يا سؤال بو ما بت مثل ده هر دايم اوزم جوزم سؤال بير اوزم جواب بير بول اوزم دمي جواب بير ما چونکی حالت بار کو حال حالت انقه انسان مستی بو تمربوط لیل افراد بیتا لگنه بلدرش چونکی غیر آقل لده بیتا لگنه بلدرش چونم که لده بو لیس لیل تأنیس لیل افراد نما نبلدرش چونه که چقل لده بیتا لگنه درسی نقل غير عقلان للإفراد تبقى تلا هذا ماشي ليس للتأنيس ليس للتأنيس مؤنث لك وشن إمس شن ديزما بيتا حالات بيتا جنا يجانا حالات ده صابت تربته ومن الكلمات التي تثبت أواخرها على حال واحدة جميع الحروف أنا ما خازيت كان جاب نما ليكن هر دائم بتخالت تصابت ترديان سوز لردندر نما لركن حرف لارني كوبي بارچ حرف لار وكذلك الأفعال الماضية يعني نما ليكن وتكن هذي نحن خازر كزمان خازر كيل سمان في لا خازر كيل سمان ماسكو اوتکن زمان و افعال الامری من غیر استثنائین هیچ قنق استثناسیست یعنی ایچی ده برار تلار مداره بوب قالش احتمال یوق افعال الماضی الافعال الماضیه اوتکن زمان فیلار و افعال الامری و امر فیلار بیروق فیلار کلها مبنیتون همه سقنق سوز لیکه مبنی هر دائم بیت حالت ثابت دارد اوزگر می دیگر مبنی سوزلر خساب لند و ننتقل الى الفقره اخیره اقرائی و ایزا تعملت دنازن گل که مادم آها بودو اوکی و ایزا تعملت الکلمات القطن والوردة واليثمر في امثلة قسم الثاني قسم الثاني وجدت آخر كل كلمة منها يتغير من حال يتغير يتغير من حال إلى حال بتغير مكانها من الجملة بتغير تغير مصدر والمصدر من الأسماء هنا إضافة بتغيري مكانها من الجملة دي. فكلمة القطن والوردة قد تغير آخر كل منهما في الأمثلة السابقة من الرفع إلى النصب ثم إلى الجر وكلمة يثمر تغير آخرها يثمر تغير آخرها بلدم آخرها بلدم يثمر تغير أين يثمر تغير آخرها آخر فاعل آخرها في الأمثلة المتقدمة متقدمة أيضا من الرفع إلى النصب ثم إلى الجزم نعم نترجم وإذا تأملت الكلمات القطن والوردة دقيقة كورسوش لازم تطلعوا شوية تحاضي أزوالي درس عندك ولیم بیچاره لمانه دب بول دل آلا هنو کتمیم از کورش هم از دیشد هیچ کورش هم کورش
الثقاب. وإذا تأملت الكلمات القطن والوردة ويثمر في أمثلة القسم الثاني إكينش قسم من الشمال يعني قائمة الجمل من الشمال chapter abtige gaplar ustunu var ko vajadta akhira kulli kalimatin minha yataghayyaru min halin ila halin bir haldan boshqa holga o'zgaradi o'zgarayotganini bilding topding o'zgarayotgan holda topding ya'ni o'zgarayotganini bilding halin bitaghayyuri makaniha min aljumlati o'sha so'zni gapdagi o'rni o'zgarishi bilan holati ham bir holdan ikkinchi holga o'zgarayotganini bilding. Bilding. Kalimata ikki so'z izofa bo'ladi. Kalimata al-qutni wal-wardati. Paxta va atirgul. Paxta va atirgul ikkita mana ikki so'zi, paxta va atirgul so'zi ikkisi. Mana shu ikkita so'z. قد تغير آخر كل منها ويكلون خربرا آخر أزجرد في الأمثلة السابقة من الرفع إلى النصب ثم إلى الجر خربرا خالة نمدان نمدان كي نمجا أزجربت برنش نمدان رفع نصب ونمدان جرد نمدان جرد أزجربت وكلمة يسمر باشه انو میوه‌لگن کلمه میوه‌لایدم ده تغییر آخر و ها آخر روز گردونیم و کلمه تو یوسمیرو تغییر آخرها فی الامثله المتقدمه ایضا من الرافع الى النصب ثم الى الجازم يسمر چونكي بو مضارع فعلكو ديما اذا من الافعال اي الافعال اية الافعال معربة الافعال المضارعة مخاطب ليس للمخاطب كل افعال المضارعة غير ان عندما يتصل بنون التوكيد ونون الاناث مبني غير هذا في الأحوال غير هذا يعني غير عندما لا يتصل بنون التوكيد ونون الإناث أفعال المضارعة معربة فقط نون التوكيد ونون الإناث مؤنث لك نون بلان وتأكيد نون جا بريكيان دقنا مبني بولاد بنا قوغيان بايت مضارع في اللاريا معربة بولاد طيب انتهينا أظن من البحث وننتقل إلى القواعد تفضلي أستاذة مقدس اقرأ القاعدة الأولى الكلمات جيد تنقسم قسمين ما يثبت ما يثبت آخره على حال واحدة في جميع تراكيبي ويسمى مبنيا وما يتغير آخره ويسمى معربا الكلمات تنقسم إلى قسمين من حيث التغير أزجرش جهتنا سوزلر نيچ قسمي بولنركن ikki qismga ma yasbutu akhiruhu ala halin wahida fi jami'i tarakib wa yusamma mabniyan al kalimat al mabniya demak ulardan bir qismi barcha tarkiblarda ya'ni gapni ichida har xil gapda gapning ya'ni tarkibning tarkib degani
تراکیب یعنی الجمل یعنی سوزلرنی بریکش گپی ایچیده سوزلر بریکگنده هر خل برچه حالتلرده گپی ایچیده ترگنده برچه ترکیبلرده یعنی برچه گپلرده بیت حالتنی ثابت تدیگن بر حالت ثابت اوزگرمس بوله دیگن لره بار و اولر مبنی ده اتلده و ما یتهای رو اخیر خو این ده اوزگرمی دیگن لره ایسه معرب دیب اتلده سوزلانه اوزگره دیگن لره یعن بار و اولر معرب دیب اتلده هزیه القاعده ایبان لابد لنه ان نحفظها الکلمتو من حیث التغایر تنقسمو الى قسمین ما يثبت آخره على حال واحدة في جميع التراكيب ويسمى مبني وما يتغير آخره يسمى معربا هكذا والقاعدة التالية اقرأي سعيدة الحروف كلها كلها مبنية مبنية وكذلك جميع الأفعال جميع الأفعال الماضية أفعال الماضية وجميع أفعال الأمر نعم الآن سنعين الكلمات المبنية الحروف كلها مبنية وجميع الأفعال الماضية والأفعال الأمر كلها أيضا مبنية. نماليك حرف لار همس مبني وفي لاردن ماضي وأمر في لار يا نماليك مبني يعني أزجا إي اسم لاني تقيو نايلة اسم لاني كي طيب ننتقل مع بوص أنا خقلا بوزي اسم لي كيلر كامز دبترسان وجه تكاتف ماش بتك نايلة چونكي اسم نام بوية سنة دمو مبني لار كوب دي هازو اونا قايدان بيرسة كي مام بتا ماشق بيرش كيريما وي ماشق يام تورت دا اشت دا انا ماشق بوري اشتي كاستس نايلة جيد ننتقل إلى تمرينات التمرين الأول لماذا كانت كلمة الدراجة في الجملة الآتية معربة وكلمة من مبنية من اسم الشرط لأن أسماء الشرط من المبنيات أو لماذا بصورة اسم لدن قيس بر مبني لجنيت مالكو عل دوام ده چقدر؟ لیکن من نمیگم نمیگه کرر کن اسم الاستفهام و اسم الشرط و کل اسماء الاستفهام و کل اسماء الشرط مبنیه اسم الاستفهام بود استفهام بود دی؟ کم بود دی؟ و اسم الشرط مال استفهام لگی نیاز ضروری لی شرط چون میسله چون که اونو باب مثال کلتر مثل شرط من جد وجده کیم حرکت خلصه تابده یعنی شرط ده و ده من که لدیو اناقا شرط قویش اوچویش لدلده بوله اناقا بعض ده شرط اوچونه مثلا ایو بار که اسمو لستیفان ویم اسمو شرط هم بو بیش لدلده قناقا مثال چیست مثلا ایو طالبتین تکتب الامتحان لممتازین تقدر بجائزة مثلا قيس طالب أنا امتحان ممتاز جياسة أنا قبلا مكافأة لنا ده جائزة يعني مكافأة يعني مكافأة لنا اسم استفهام لوزن اسم شرط بولبا كل شيء ممكن كي عند اسم شرط لنا وتسي يعني هم شو نعلي بولاد خاضر بالشمس كيريكي ديمي اسم لان باي اتمو اسم لان علماش لا اسم إشارة لا ويانا كوب كوب اسم موصول لباري ديو اللذاني اللذي اللتي چه آل دو دي باشق كتاب ده مدينة ده خاضر چه اولا چقما ده لكي اولا هم چقا ده وقت كلا انا اوشا لا خمس مبني اسم لا وشنين ديك اسم استفهام لار خم مبني من بوده اسم الاستفهام مبني وشان سورة وات قويدگي جاب لده
man so'zi nimaga o'zgarmayapti-de? Mabni bo'yapti-de? Nimaga darroja so'zi mu'rob bo'yapti? Deb so'rayapti. Limaza li'anna آخر كلمة الدراجة تتغير حسب موقعها في الجملة. جابتي جورني يا قراب نما بوات تتغير آخر الكلمة. سوز آخر وزجرت شني شون لذلك كلمة الدراجة معربة لكن كلمة من ثابت آخرها في حال واحد. نعم لا يتغير آخرها بتغير التراكيب جاب له ده اوزجار شبلان جاب له ديك اورن اوزجار شبلان اخر سو اوزجار ما يبدأ. مثلا هيا نترجم ونشرح الجمل نعين اعراب الكلمات وبهذا سنفهم المبني والمعرب سنفهم جيدا جملة أولى اقرأي دلنازة الدراجة مسرعة 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 تيسكار تيسكار فيرسبت تيز يردي يعني مسرعة أنا سر سرعة ده أولين يا مستس نعم جيد كلمة الدراجة ترجمت الجملة ما نوع الجملة جملة اسمية نعم لماذا جملة نعم. اسمية لأنها بدأت بالاسم نعم الدراجات الدراجة الدراجة ما موضعها في الجملة ما وظيفتها في الجملة مبتدأ نعم وما مبتدأ إعرابها وخبر. لا ما إعرابه مرفوع بالضمة نعم مسرعة ما موضعها في ما وظيفتها في الجملة خبر وما إعرابها وأيضا مرفوع بالضمة ما الفرق بين المبتدأ والخبر ما الفرق المبتدأ اسم وخبر أيضا اسم المبتدأ مرفوع والخبر أيضا مرفوع ما الفرق بين المبتدأ والخبر؟ فرق المبتدأ من الخبر نعم المبتدأ معرفة لكن الخبر نكرة أنا قصدي أنا غلقني أنا غلقني كورماما استاذ رستا كورماما نعم نعم فهمت جيد إذا في هذه الجملة كلمة الدراجة مرفوعة بالضمة جيد بالضمة ومعرب دي استاذ معرب نعم معرب طيب جملة ثانية اقرأي أستاذة مقدس ها ركب علي الدراجة نعم علي فيلسيبيت نميند فعل ماض لأنها بدأت بفعل ركب فعل ماض علي فاعله فاعله الدراجة مرفوع بالضمة مرفوع بالضمة الدراجة مفعول به منصوب بالفتحة جيد هنا هل تغيرت حالة كلمة الدراجة؟ معرب معرب نعم ما إعرابها؟ منصوب دي من أستاذ؟ نعم منصوب بالفتحة نعم منصوب بالفتحة اقرأي الجملة ماذا؟
مفعول به بولد مديما نعم مرفوع لماذا منصوب لانه مفعول به ها ها وزي مفعول به لجي وچو منصوب بوليو ها ها طيب ها. سعيدة اقرأي الجملة التالية فرحانة نعم فرحة الولد بالدراجة فرحا ميدا فرسان بول ايب خون درسي نقل ايب خون وقوصن بولا يوسفيت بان خرسان يوسفيت دان خرسان بول دا جملة فعلية فرح فيلون مضارع ماضي فعل ماضي ماضي فعل ماضي الولد فاعله نعم وما يعربه مرفوع بالضمة نعم اي مبتدا دي ماما بي حرف مجرد ها في حرف بي 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 بحرف جر حرف جر حرف جر دراجتي اسم مجرور نعم مجرور بالكسرة بالكسرة مجرور إذا تغير حال كلمة دراجة ومن النصب انتقل إلى الجر تحولت الحالة إلى الجر خالت نصبتن جرجة أزجرد. إذن كلمة الدراجة معربة. دمك معرب إكان أزجرد. چونكي. والجملة الرابعة أستاذة مقدسة. جاء من ناديتي. چون ماذا أستاذ؟ نادية سهم. لا جاء من ناديته. نادیتو خو نمیده؟ نادیتو چاقردم دیگه انا ها کمنه چاقرگم بوسم اوشه کلده ها 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 از نچت خبته استفهام بوم یبده من تبی ملال استفهام و شرط تبی آسگم بولر که اسم الاستفهامی فیلون مادین بولده است؟ نعم فعل ماضي جاء فعل ماضي نعم من فاعله فاعله نعم بوت اسم الموصول بوت هم موصول بول فهم كلالي دمان من بوت شنق بوت من كورتزمن اشتانا قد كلالي ما يم بوت شنق ما نرسلگ اشتلت بوده هم اسم بوده اینم بوده ایتمیم ما اوزه من اسمون استفهام هم بوب گلده شرط هم بوب گلده و و بوده اسمون موصول الموصول قیسی کشی کی نه دایتو هم من چاقرگن کشی گلده بوده کشی اوشنده استاز الذي التي يم موصولي جاء الذي ناديته چقدر گنم کلده قیس یعنی دیو الذي بوده خود اوشه الذي معناسه ده یعنی اسم الموصول بولب کیواد من لیل عقلا من اسم الموصول بولبم کلالید و لیل غیر عقلا ما کلده شنقه حالت لیم بولد او کتاب او قرصه اوزه چقدر خرخ المعنه ده گیگن من ندیتو من فاعل فاعل من اسم الموصول مبنی على السکون في محل رفع فاعل جاء جاء نفایل رفع ارنده مبنی على السکون آخر سخر دایم قنقه ببترده سکونی ببترده دمی نمگه مبنیه کم بو سکون گه مبنی نمگه مبنیه که سکون گه مبنی اللهم صل و سلم و بارک علی سیدنا محمد بگون پیشم بیو بزده خطانم آلدم پولنی یارم ساعتم بر ساعتم آلدم باش لیده سلامت ایتاده پیشم کن کیچه است ارتس کن هم کیچه پیشم بکیچه است حال خطان کرمسته باشه شده خطان گه ازایت مسلیده
Soat oldin keyin juma kuni ham juma kurguncha hamma masjidlarda salovat aytadi. Ko'chada nimaligi esingizda turadi, a? Ko'chada ham aytishadi deyman. A, ko'chada masjid aytadi o'zi. Ha. Qayerdan keladi? Masjiddan. Ustoz, masjid o'zi. Aha. Mana shu bizning uyimizani atrofida qo'shnimiz 3 masjid. 3 tomonimizda masjid. Mashalloh. Bizda ham shunaqa. Bizda lekin oralar uzoq-uzoq, biz haqiqatda qo'shnimiz. Bir devor, mana shu. Sizga ovozlar eshitilib turadi 3 joyda. Mashalloh. Yaxshi, Alloh ilohim masjidlarni ko'paytirsin. Amin. Xo'p. Jumla taliya. Izan hazihi, demak, jaa man, man fa'il. مبني على السكون في محل رفع فاعل جاء ناديته ناديت فعل ماض فاعله تاء المتحرك ضمير متصل هو مفعول ضمير متصل هاء الغائب مبني على الضم في محل نصب مفعول به جملة صلة بولاد مانبا اسم الموصول لخر دايم silasi ya'ni ismul mavsul bir gapni ikkinchi gapga bog'lab keladi-da o'sha ikkinchi gap ismul mavsulni tushuntirib kelgan bo'ladi nimaligini aniqlab bergan gap bo'ladi men chaqirgan kishi keldi nadaytu hu jumla sila deb ataladi bu narsalar yana o'tiladi hozir bu yerda bu narsani aytmoqchi emas Men o'zim aytibman, prosta. Kezikiganda buni yana o'qiymiz, hali bunaqa narsalar keladi, mashqlar ham keladi. Prosta mana manni yaxshilab tushunishingiz uchun to'liq mana shu gapdagi holatni tushuntirib berdim. Tushundinglarmi? Jumla ochmama, jumla sila man va nadaytu, to'g'rimi? Yo, man va nadaytu hu jumla sila. Ha, o'zi silatul mavsul deb aytiladi yoki Masha mavsulni mavsul o'ziga ilintirib kelgan gapda bu. Masha sila bo'lmasa mavsulni tushun bo'lmaydi. Nimaligini, bu mavsul nimaligini sila har doim tushuntirib keladi. Xuddi allazina hum fi salatihim khashi'un. Allazina Qur'onda ko'p keladi. Allazina hum anil lahwi mu'ridun yoki mana baqarani boshdagi allazinachi innamal yo innamal mu'minun nima su boshqa oyat edi adashib ketdim hozir baqarani boshda ham bor-ku innal ladina amanu hozir boshqa oyatlar kelib yotibdi ish qilib o'sha baqarani boshdagi va o'zi ko'p joyda bor-da allazina bor-u ana o'shani ham yonidagi gap o'sha allazinalardan murod kimligini tushuntirib beradi deb. Mana ham xuddi shunaqa, faqat bu bitta odam uchun, allazina jam uchun. Ko'p. Naqra'ul jumla taliya. Iqra'i Sa'ida. Uhibbu man yu'allimuni. Yu'allimuni. Xo'z, tarjimasini qilsanglar, keyin. O'zimni noqulay his qilaman deki. Komansa. Nima ekan Dildoza? To'xtang, Saida tushundingizmi ma'nosini? Yo'q. Komandoman. Shukraman. Olib muqaddasdan boshladilar. Aha. Dildoza e'tibor qiling. Nima? Olimlarni yaxshi ko'ramanmi? Allama o'rgatdi degani, yuallimu o'rgatadi. Yuallimuni. O'rgatuvchilarni lar emas. Yuallama o'rgatdi, yuallimu o'rgatyapti. Yuallimuni. Meni o'rgatya, menga ilm beruvchini yaxshi ko'raman. Ha. Hozir ekan-ku. Voy, yuzlarim qizarib ketdi. Ma'na ul jumla man yashrahu Sa'ida tafaddali. جملة فعلية أحب جملة فعل ماضين مضارع 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 من
لا فاعل أحب من فاعل بولامي ده چونكي أحب لأي شخص من غائب كم كي دوات كم كي وچن شخص فاعل هو أنا ما نعم أنا من مرفوع بالضمة دي مام أيوة أنا تسامبول ده فاعله أنا ضمير مستتر ضمير مستتر من اسم اسم الاستفهام لا هنا اسم الموصول هنا أيضا اسم الموصول مبني على السكون في محل النصب مفعول به تكرر لازم شرط ناصب لا نكرر من اسم الموصول من اسم الموصول مبني على السكون اي محل رفض في محل نصب مفعول به في محل نصب مفعول به يعلمني 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 اسم مجرور يعلم فعل مضارع فعل مضارع فاعله هو ضمير مستتر فاعله هو ضمير مستتر يعود إلى من؟ من لما من ولدر واتو أولماش من يقرأت الجان أولماش يعني كم كي أورجتاده فايل هو أو أورجتاده أو دب من نيت وات كم كي يعني أورجتاده ني يعلم ني يا المتكلم ضمير متصل ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به جملة صلة بالتيام ما أنا موصول صلة الموصول أشتغل بيعزيلي جملة صلة الموصول واضح؟ واضح نميك يا وزبيت الديت بيري كيمكي جي قرات الجان ما من جي قرات الجان نقا وش معنى كيم اللي جينا شن تربيرو تبو أنا بو جاب جملة أخيرة اقرأي وترجمي واشرحي للناظر الجائزة لمن يسبق أنا قا وتكن كشي جي مكافأة ما أولدن أولدن جي شقان يعني بيش قدم بولجان يتكن كشي جي مكافأة يتكن جي يعني مكافأة يتكن جي ما ناس عجب مكافأة يتكن جي جملة اسمية نعم الجائزة مبتدأ مرفوع بالضمة لمن؟ لي لي على هذا لي حرف جر نعم نعم لي حرف جر ومن اسم موصول ومجرور اسم موصول ها مجرور مبني على السكون في محل مبني على إعراب لا في محل جر في محل جر نعم جر نعم لأنه اسم مجرور لأنه سبق اسم مجرور لأنه سبق قبله حرف جر سبق قبله حرف جر نعم نعم يسبق يسبق فعل مضارع فعل مضارع خلاص أنا قف فاعل المشكلة حرف فاعله هو أين هو؟ ضمير مستتر ضمير مستتر نعم ضمير مستتر مرفوع بالضم نعم من هو؟ من هو؟
Kim o? Udub kim medit? Udub kim medit? Yutgan adam be? Ya'udu ila man? Olmashiyam kimga qaratilganligini aytish. Itse o'zi oldin sizlarga yettirmas edim, endi baribir sal rivojlanish bo'lish kerak-ku. Anaqa ya'udu ila man dedingizmi hozir siz? Shu bo'ladi, o'shanda olmash. Ya'udu ila deb kimga qaytishini aytamiz. Manmi u? Qalonmi, pistonmi, ishmi, boshmatmi? O'shanda kimga qaytadi, to'g'rimi? Ya'udu li. Ya'udu ila bilan aytiladi. Ya'udu. Nam. Huna حرف جر و اسم مجرور شبه جمله. شبه جمله خبر. في محل رفع خبر. جيد. ننتقل إلى التدريب الثاني. كيف تستدل بطريقة عملية على أن الكلمات الآتية معربة؟ Qanday qilib quyidagi so'zlar mu'rob ekanligiga amaliy dalil, amaliy yo'l bilan tastadilu dalil keltirasam kayfa qanday? Oson. Qanaqa qilib amaliy isbotlashingiz mumkin bo'lgan mu'robligini? Gap tuzibmi ustoz? Ha. Biz qanaqa qilib mabni yoki mu'robligini bildik-ki? Qanaqa shunaqa qilib في تركيب الجمل يعني بالخلاصة كوننا ألفنا الجمل لكل هذه الكلمات ثلاث جمل شخار بالتسوزجة وشتنان جاب تزاسلة هذا واجب البيت أستاذ بطة أوزت زخص ها عمالي دب شنيت وقت دي يو شتنان بوزت زدي ما Ha, chunki 3 tada o'rni o'zgaradi-da. Ha, tushunadim. Mumtaz. A, muqaddasmi? Ush, nima dedingiz? Uzilib qoldi ovozingiz. Yo, sizlar eshitdinglar muqaddasman. Men joyini almashtirasizlar, ha? Masalan, mana mudoriya fe'llarini qanaqa qilib o'rnini almashtiramiz? I'robi har xil bo'lishi uchun. Bittasida o'zini qo'yamiz. Jazmni qo'yamiz. Bittasida oldiga nasb qiluvchi qo'yamiz, bittasida oldiga jazm qo'yuvchi qilamiz. Shuna qilamiz. Shunda o'zgaradi. Shundaylam. نكون ثلاث جمل لكل كلمة. والتدريب الثالث كيف تستدل بطريقة على أن الكلمات الآتية مبنية؟ نفس التدريب. كيف نعوز عن لعل كتب انتصر افتح. بلان مبني لكي نثبت لش مسكرة. Amaliy yo'l bilan. Amaliy yo'l bilan. Bularga ham 3 tadanmi ustoz yoki 2 tadan yetadimi? Mayli, tuzolganingizcha tuzinglar, yoki 3 ta tuzolmasanglar agar. Yo'q, yo'q, aytaveringiz ustoz, ustozlikka vojib bo'ladi. Tuzolsanglar 3 ta, tuzolmasanglar, xullas 1 dan 3 gacha. 2 ta bo'lsa ham mayli. Tamam. وفي الدرس القادم سنقرأ أنواع البناء إن شاء الله. بناء نميد أستاذ بناء. مبني على الفتح، مبني على البناء ترلر. نمجي مبني لجي. فهمت. من يقرأ الجملة البحث تالي في الدرس القادم؟ موزولان بول شوالب أولدن ناوق كيسيلة يخش بولادة يوكي خار درس شناق بولش بوخور أسلا بولش بوخ سيجا ماقين أرى مايلة
Mayli bo'lmasam shuna qilamiz. Rahmat ustoz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Laylatan sa'ida. Laylatan tayyibah.